السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يتم السحب بمناسبة الذكرى السنوية 11. اليوم راح يتم السحب في لولو هايبر ماركت الخرج على السحب 11. راح يتم السحب الآن مع إبراهيم العتيبي مساعد الغرفة التجارية وأيضا مدير موارد البشرية والشؤون القانونية الأستاذ ياسر القحطاني. راح يتم الآن السحب. هنشوف من سعيد أو سعيدة الحظ لليوم ونقول مبروك لمين. راح يتم الآن السحب. خلنا نشوف من سعيد أو سعيدة الحظ ونقول ألف مبروك لمين. ألف مبروك للأستاذ صدام الراوعي. صدام الراوعي ألف مبروك له فوزه بهذه السيارة التي تقدمها شركة لولو هايبر ماركت. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، يرجى معاودته. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، يرجى معاودته. راح يتم التواصل معه في وقت لاحق. ألف شكر لكل من قام بهذا الحفل، وإن شاء الله لكم الفرصة في الأيام القادمة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف اليوم نحن غرفة الخرج بالإشراف على هذه المسابقة، ولا يخفى على الجميع دور لولو هايبر دائما في الفعاليات والمناسبات. حضرنا قبل فترة احتفالية لولو بمرور عامين في محافظة الخرج، واليوم نشاركهم في هذا اليوم مسابقة سحب على السيارة بوجود الأستاذ ياسر القحطاني موارد البشرية في لولو والأستاذ هديان الدوسري عضو مجلس البلدي. فاحنا سعيدين أن نكون شركاء نجاح مع لولو هايبر، وإن شاء الله القادم مع لولو أجمل وأفضل بتكاتفكم جميعا. ونرحب دائما بمبادرات لولو هايبر، ونحن تم استعداد، وننقل لكم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج. مبروكين إن شاء الله.